السلام عليكم. اذا كنتمنى المنتخب ديالنا ان شاء الله يربح هذا النهار والنتيجه ان شاء الله تخرج لنا شي 3-0 ولا 2-0، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وبون كوراج اليوم ان شاء الله يا ربي، الله يسهل عليهم وحنا فرحانين اليوم ان شاء الله وعندنا امل ان شاء الله ومتفائلين باللي غادي يربحوا ان شاء الله يا ربي. كنتوقع ان المنتخب ديالنا غادي يفوز هذا النهار بشي نتيجه لي زوينه وغادي يفرحنا وغادي يفرحوا حتى هما. توقعت ديالي غادي يكون هما اللي رابحين، يكون شي 2-0 3-0 هكاك. الماتش ديال هذا النهار ديال المنتخب المغربي ضد جنوب افريقيا هو ماتش كيتلعب على جزئيات بسيطه، هذه امور معروفه. بطبيعة الحال عندنا واحد الثقة في المنتخب المغربي أنه يتجاوز هذا الدور هذا، خصوصا أن يعني جنوب إفريقيا ديجا لعبنا معها وكانت كتشكل المغرب عقدة لولا أنه فك العقدة مع رولا. كنظن أن حتى التشكيلة اللي كاينة وغيابات اللي كاينة ما غتأثرش بشكل كبير، لأن دائما عند المنتخب الوطني واحد التشكيلة بشرية اللي تقدر أن غير بتشكيلة اللاعبين الغير رسميين أنهم يديروا بون ماتش ويقدموا مستوى جيد، ونتمنوا أننا ندوزوا. كنظن أن المغرب راه غير ربح هذا الماتش إن شاء الله. بالنسبة لليوم المنتخب غادي يجري واحد المباراة قوية في دور الثمن النهائي مع المنتخب جنوب إفريقي، وغادي تكون مباراة قوية، يعني المنتخب ديالنا خصو يحقق واحد النتيجة إيجابية باش ندوزوا للربع النهائي. وهذا الانتصار غيأهلنا باش نمشيو المسابقة، هاد المسابقة بعيد، لأن المنتخب الوطني كنا كنتمناوه هادي من 2004 وحنا كنتمناو أنه يدي هاد اللقب ومازال ما تحقق، ولهذا النتيجة اليوم غتكون إلا مشى تربح المنتخب غيمشي بعيد في هاد المسابقة. ولهذا انا كنرشح المنتخب بانه غادي يفوز بجوج زيرو اليوم، ان عندهم واحد الروح القتاليه اللي بينوها في المباريات الاولى كانت كتؤدي الى انه المنتخب في هذه النسخه هذه كيبين بانه باغي يمشي بعيد في هذه المسابقه هذه. ولهذا المنتخب اليوم غادي ينتصر بجوج لزيرو ان شاء الله. الماتش يكون مربوح بلا بيلانتيات ان شاء الله. اصلا جنوب افريقيا منتخب ضعيف، احسن المنتخب ديال المغرب راه احسن منه بزاف، ان شاء الله يربحوا وندوزوا للفينال حسحف الجزائر ومصر. الراي ديالي في هذه المباراه كنقول واقيلا غيكون واحد التنافس اللي هو شويه كبير، حيت ما غيلعبش بطبيعه الحال يعني زياش وما يكونش بوفال، غتكون شويه ديال المنافسه، ولكن يعني الطرف الاخر غيكون عليه واحد التوتر حيت من داك التألق اللي داروا المنتخب في المونديال خلق بحال واحد الخوف في المنتخبات الاخرين. ولكن واخا هكاك يعني اصلا المغاربه مشاو هناك باش يسيبورتيو اللعابه ديالهم، وداك الدعم اللي غيكون من الجمهور غيخليهم يعني يتقاتلوا على شي حاجه اللي هي كاينه. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.